السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مشاكل كتير في دهون البطن، مش عارفين السبب. ازاي اعمل بطن مسطحة من غير فات؟ تعالوا معي. ايه ازيكم يا شباب، عاملين يا بنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن مشاكل البطن اللي عند ناس كتير ومش عارفه ايه الحل. اسباب كتير بسبب زياده الوزن وزياده البطن بالذات، لانها اضعف منطقه بالنسبه للناس كلها. لما بناكل اي اكل سواء دسم او اي اكل سواء الكالوريز فيه عالي او اي اكل يكون الانسولين فيه عالي، يبتدي يزود معانا الفاتس، يبتدي يزود معانا دهون البطن. اكتر مشكله بتقابلها السيدات هي دهون البطن بسبب العمليات وبسبب الاكل الزايد او الوزن الزايد. طيب ايه الحل؟ هقول لكم على كام حاجه هنعملها هتحصلوا على بطن مصفحه تماما من غير فاتس في اقل وقت عشان الصيف. الحل نقلل نسبه السكر في كل حاجه، اي نمنعه خالص لو نقدر نمنعه. نقلل السكر في الحلويات، نقلل السكر في المشروبات، نقلل السكر في العصائر. طيب ايه تاني حاجة هنعملها؟ نقلل العيش والنشويات زي الرز والمكرونة. بس انا بنصح ان احنا نمنع العيش خالص عشان العيش ملوش اي فوائد. ناكل الرز والمكرونة كربوهيدرات معقدة فبتدينا طاقة وبتدينا مرة. اوكي تمام، بس لا هنشرب مشروبات بتعلي الحرق، بس لا هنعمل تمارين اللي انا هعملها شويه كده. المشاكل بالصعبه، المشاكل ليها حل، بس بتبقى عايزه مننا شويه تشجيع وبتبقى عايزه مننا شويه مجهود عشان نقدر نوصل ونقدر نغير الاحسن ان شاء الله. يلا بينا نبدا التمارين. التمارين اللي هنعملها لكم هيبقى اربع تمارين في 15 عده. هنخلص المجموعة هناخد ريست دقيقة، بعد كده نبدأها تاني نخلصها ناخد ريست دقيقة، بعد كده نبدأها تاني. هنعمل كام مجموعة؟ هنعمل 3 مجموعات. يلا بينا نبدأ التمرين.